في ختام جولاته للمنشآت الطبية بصعيد مصر والتي بدأت الأسبوع الماضي، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عددا من مستشفيات محافظة بني سويف، والتي استهلها بمستشفى ناصر العام للوقوف على مراحل الإنشاءات القائمة بها، ثم مستشفيات الصدر والتأمين الصحي والتخصصي للوقوف على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين. والنهاردة طبعا هو حصاد زيارات ميدانية اتعملت في 4 محافظات: أسيوط وسوهاج وبني سويف والمنيا. النهاردة احنا بنختتم الجولة الأولى من الزيارات الميدانية في محافظات الصعيد في محافظة بني سويف باستضافة كريمة من سيادة المحافظ. إن شاء الله من خلال الزيارة بنشوف كمان 7 مراكز و7 وحدات صحية اللي موجودة في المحافظة، سواء هنسيا أو بني سويف أو سمسطة أو الفشل أو ناصر أو الواسطة. كل دي فيها مشروعات قومية ضخمة جدا في القطاع الصحي، بالإضافة ل 14 مستشفى لوزارة الصحة وبخلاف المستشفيات الجامعية و207 وحدة رعاية أساسية. بنحاول نطمئن على تقدم الأعمال سواء القائم بالفعل زي المستشفى التخصصي اللي احنا موجودين فيها أو مستشفى التأمين الصحي أو المستشفيات اللي هي في إطار الإنشاء الجديد أو التطوير أو رفع الكفاءة. مهم جدا محافظات الصعيد واخدة اهتمام كبير. احنا بعتنا 13 إدارة مركزية من على مستوى الوزارة في الأسبوع اللي فات بس علشان تشوف الأربع محافظات. بعتنا أكثر من 153 متخصص ومن إدارة الحوكمة والرقابة والتفتيش من الوزارة. الغرض منها إن احنا الوقوف على الموقف الحالي، إذا كان في بعض النواقص نكملها، إذا كان في بعض المشاكل والتحديات نقدر احنا نتغلب معاها. الناس بتشتغل شغل محترم جدا في ضوء صعوبة الإمكانيات، ولكن في تواجدنا دايما بنبقى موجودين لحل المشاكل ونجازي إذا كان في أي تقصير، وأيضا ونثيب أي حد كان بيتميز في شغله. احنا بنبقى شايفين طبعا لما بتخش مستشفى في التطوير زي مستشفى ناصر اللي احنا كنا موجودين فيها، ده بيعمل ضغط على مستشفيات تانية، وإذا كان النقص في أجهزة غسيل الكلى أو كان في نقص في الحضانات أو في نقص في بعض الأدوية اللي احنا شفناها من خلال تعاملنا مع المرضى، لأن بتبقى فرصة كويسة ان احنا بنتكلم مع المريض المنتظر العيادة او جاي ياخد الخدمة بتاعته، شكل المشكلة عنده ايه او اذا كان في عنده اراء، لان احنا برضو معنيين ان احنا نستمع الى متلقي الخدمة. واحنا ماشيين فيها حاجات بتبقى سواء من البنية التحتية او سواء من خلال الشغل العملي للأطباء. يعني بالنسبة للمستشفى دي شغالة بغرفتين عمليات، لا تستحق ان يكون فيها 5 غرف عمليات. وجهنا ان الثلاث غرف التانيين اللي هم داخلين في التطوير ننتهي منهم بالكامل ويخش الخدمه في خلال 3 شهور. اذا انت في زياره زي دي ممكن تدفع مستشفى من غرفتين عمليات الى 5 غرف عمليات، اكيد ده هيريح في قوائم الانتظار وهيريح في يعني الدكاتره حتى ان هم يقدروا يشتغلوا باريحيه كبيره في ظل الامكانيات اللي بتكون متاحه. بناكد على ان هذه الزيارات بالفعل بتدفع في تطوير المنظومه الصحيه، وهي بتاكد على تكامل الحكومه ما بين الحكومه المركزيه والمحافظات على دعم وحوكمه المنظومة الصحية بشكل عام. معالي الوزير النهاردة زار مستشفى ناصر اللي الحمد لله تحركت في عهده في السنوات الأخيرة. طبعا عندنا كمان بيحصل تطوير لمستشفى بيبا وعدد آخر من الوحدات الصحية والمستشفيات إضافة إلى مشروعات حياة كريمة. زرنا التأمين الصحي اللي سيادته زاره في بداية التطوير، والنهاردة الحمد لله انتهت أعمال التطوير فيه، وأخيرا موجودين في مستشفى بني سويف التخصصي اللي هتكون صرح كبير هيخدم على محافظة بني سويف بالكامل بل والمحافظات المجاورة كمان. فالحقيقة حابين ان احنا نشكر الحكومة ونشكر معالي وزير الصحة على الدعم الكامل لمحافظة بني سويف، وان شاء الله الدعم ده مستمر في إطار التنسيق ما بين المحافظات والحكومة المركزية. كان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن الأسبوع الماضي عن انطلاق حملة الصعيد، والتي استهدفت المرور الميداني للمنشآت الطبية بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، ونجحت في اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتحسين بيئة عمل الفرق الطبية. من محافظة بني سويف، محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي.